بسم الله. ساعات بنحتاج ان احنا يبقى عندنا فاميلي جنرال كونوتيشن، يعني تقدر تكتب اي حاجه انت عايزها مش مرتبطه بعنصر معين. هاجي هنا في فايل وهقول له انا عايز نيو انوتيشن سيمبل، وهاجي هنا هو مفتح لي على الانوتيشن، فانا اقدر اختار جنرال انوتيشن اوبن، فبدا يفتح الفاميلي. طبعا انا مش محتاج ديت. ده هنا تكست بيقول ان انت تقدر تغير الكاتيجوري لو عايز تخليها حاجة معينة. طيب انا هاجي هنا في كرييت واقول له ليبل واحط هنا، فهو بيقول لي اختار برامتر، اقول له انا عايز اعمل برامتر جديد واسميه اي اسم، اقول لكم مثلا ان او سي، واقول له اوكي وهنقلها هنا. اوكي ظهرت بالشكل دوت. وبعد كده ممكن اعمل لاين مثلا على الحاجة ديت، خليها مثلا مستطيل العادي اهوت، تمام. وبعد كده اقول له حمل في المشروع. اوكي ممكن تكون له غرفة تروح حاطط فيها الرمز دوت، هتكتب فيها معلومة معينة، تمام. وليكن مثلا هتكتب فيها رقم معين، هتكتب فيها دايمنشن معين زي ما انت عايز. تقدر براحتك تختار الحاجة اللي انت عايزها، يعني لو انت بتعمل برامتر تقدر تضيف برامتر، تقدر تختار التكست انتجر فوليوم اريا زي ما انت عايز، يس اور نو زي ما انت عايز. طيب طيب لو انا جيت هنا في الليفل 1 او تقدر تكتب كل واحد فيهم تديها الرقم اللي انت عايزه، مش مشكله خالص. طيب لو انا عايز اعمل سكادول بالحاجات ديت، هاجي هنا في فيو سكادول واقول له نوت بلوك، هيقول انت عايز تعمل لاني فاميلي، هقول له الفاميلي ديت اوكي، فيبدا يقول لي ايه الحاجات اللي انت عايز تحطها. طبعا انا مكنتش عامل برامتر غير ان او سي، بس هو ضاف لي الكاونت وضاف لي التايب افتراضي، فبدا يجيبهم لي كلهم. تقدر تعمل سيلكت على اي واحد فيهم وتقول له هايلايت الموديل، فتقدر تعرف معلومات. ممكن تكون اي معلومه، ممكن مثلا مقاومه الحريق لمنطقه معينه، او درجه الحراره في منطقه معينه، او حاجه بابليك ملهاش علاقه بعنصر معين، ملهاش علاقه مثلا بالابواب او الشبابيك او كده. فدي اسهل طريقه تعمل حاجه جينيريك.